ينضم إلينا الخبير العسكري اللواء واصف عريقات. نرحب بك سيادة اللواء. أن يعود الجيش الإسرائيلي لعمليات بهذا الحجم في الشمال وتحديدا في جباليا، أي دلالات عسكرية لذلك؟ يعني أخي محمد، واضح أنه الجيش الإسرائيلي باعتراف قياداته حينما يعني قال رئيس هيئة الأركان هليفي ووزير الحرب جالنت لرئيس الوزراء بأنه عدم تحقيق اليوم التالي أو الهدف السياسي لليوم التالي من الحرب على قطاع غزة يعني إبقاء الجيش في حالة خطر وفي حالة عدم قدرة على استثمار الإنجازات التي تم تحقيقها، علما بأن الإنجازات التي تم تحقيقها من الجيش الإسرائيلي هي عبارة عن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني. ومع كل ذلك هي اعتراف منهم بأن الجيش الإسرائيلي كما قال أعضاء مجلس الحرب قبلهم أنهم وصلوا إلى طريق مسدود، واليوم أيضا يتحدثون بأنه لا يوجد حلول سحرية لبقاء المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ما دام الجيش الإسرائيلي ما دام موجود فيها. فبالتالي يعني بقاء الجيش الإسرائيلي الآن في قطاع غزة هو عبارة عن استنزاف وعبارة عن خسائر ليست فقط بالقوة البشرية أو بالمعدات القتالية وإنما بصورة هيبة الجيش أمام العالم. الجيش الإسرائيلي الذي يصنف أنه الرابع في منطقة الشرق الأوسط و18 في العالم والذي خاض حروب كثيرة في مواجهة جيوش وهزمها، اليوم هو مهزوم أمام المقاومة الفلسطينية وهي محاصرة برا وبحرا وجوا لمدة 18 عام. ومنذ يوم 17 حتى الآن الجيش الإسرائيلي يدور في نفس الحلقة المفرغة، وهي أنه يقتل يدمر يلاحق المدنيين الأطفال. حتى واضح سيادة اللواء أن الجيش الإسرائيلي متململ من البقاء في غزة. قبل قليل موقع ولا الإسرائيلي يقول الجيش يتهم حكومة نتنياهو بعدم استغلال الإنجازات العملية في غزة لتحقيق تقدم سياسي، وتقديرات الجيش بأن الإنجازات في غزة قد تتآكل مع تعثر المفاوضات بشأن إعادة المختطفين. تخبط بهذا المستوى ماذا يعني؟ يعني واضح أنه هذه الخلافات هي ارتداد لموقف الجيش في الميدان. الميدان العسكري أعتقد أنه يثبت نفسه، يعني صورة أشرطة الفيديو التي تبث على وسائل الإعلام ومنها فضائيتكم المباركة أنا بتقديري أكبر دليل على أن المقاومة الفلسطيني ما زال قادرا ومتمكنا ويملك زمام المبادرة والسيطرة والقيادة. ونشاهد هذا المقاومة الفلسطيني كيف يرفع العلم الفلسطيني فوق المدفع بعد مرور 219 يوم، ونحن نعلم أن الظروف التي يعيشها هذا المقاومة الفلسطيني ظروف غاية في التعقيد وغاية في الصعوبة، ومع كل ذلك لديه من الشجاعة من البسالة من العزم من التصميم من المعنويات يضخها ويرسلها للعالم ويرسل رسائل متعددة لصناع القرار في إسرائيل وللجيش الإسرائيلي وللعالم بأن المقاومة الفلسطينية ووهم القضاء عليها أنا بتقديري أصبح من عدم يعني بالنسبة للجيش الإسرائيلي. وهذه القناعة ربما وصل إليها رئيس هيئة الأركان هليفي ووزير الحرب جالنت وقبلهم يعني رئيس شعبة الاستخبارات أهرون حليفة الذي استقال لأنه يعرف تماما أنه لا يوجد لديه معلومات أمنية واستخبارية التي تجيز للجيش الإسرائيلي أن ينفذ المرحلتين التاليتين وهي الردع والحسم. يعني إذا ما توفرت المعلومات الأمنية والاستخبارية عن من يقاتلون وما هي قدراتهم القتالية لا يمكن أن يبنوا خطة عسكرية يعني ويحصلوا على مبدأ الردع. نشير سيادة اللواء لو سمحت لي ألا نتابع هذه الصور المباشرة من شمال قطاع غزة، وقبل قليل كنا نشاهد مروحية عسكرية إسرائيلية في هذه المنطقة التي تتعرض لقصف، ونتابع معك سيادة اللواء. إذن هناك قناعة لدى الجانب العسكري في إسرائيل بعدم واقعية القضاء على المقاومة في قطاع غزة كهدف، إلى أي مدى يمكن أن يضغط الجانب العسكري على الجانب السياسي يعني لأجل العمل بهذه القناعة؟ يعني أعتقد أنه الجانب السياسي موجود أصلاً، والكيان الصهيوني كله وجوده مبني على القوة العسكرية وعلى الجيش الإسرائيلي. فإذا ما انهار هذا الجيش الإسرائيلي وإذا أعلن أنه غير قادر على تحقيق الإنجازات على الأرض
فيعني السياسي لا مكان له. فبالتالي أنا بتقديري المستوى السياسي سيرضخ مؤخرا للعسكري، لأنه يعني الانهيار الكامل للجيش الإسرائيلي أنا بتقديري قاب قوسين أو أدنى، لأنه حينما نتحدث عن 219 يوم 219 يوم ويعني وهناك حوالي 500 ألف جندي إسرائيلي تداولوا على قطاع غزة، وكثير كثير منهم خرجوا بانطباع أنهم يقاتلون أشباح يعني. ونحن نعلم كعسكريين أن الذي يقاتل ليس السلاح، الذي يقاتل من يحمل السلاح. فإذا تدنت وانعدمت الروح المعنوية عند الجيش الإسرائيلي، هذا يؤثر على الكفاءة القتالية. وإذا يعني إذا ذهبت كلتاهما، سواء كانت المعنوية أو الكفاءة القتالية، هذا يعني لا وجود للجيش الإسرائيلي. وما نشاهده على أرض الواقع أنه صحيح الجيش لديه قدرات تدميرية، لديه طائرات مدفعية، دبابات، هذا موجود يستطيع أن يستخدمها. ولكن على صعيد مواجهة المقاومين الفلسطينيين، أنا بتقديري هو يدور في حلقة مفرغة، استنادا لذلك هو الذي يثبت ذلك. ما الذي يمكن أن نتوقعه في مخيم جباليا تحديدا الذي يحاول الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات اقتحامه لأول مرة منذ بداية العدوان؟ يعني هذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها مخيم جباليا، اقتحم في السابق، ويعني اقتحم من من؟ من نخبة النخبة، من لواء الجولاني والجبعاتي والوحدات الخاصة والمظليين. وأعتقد أنهم أعلنوا بعدها، وزير الحرب جالنت أعلن أنهم أن المعركة قد انتهت وأنهم حققوا أهدافهم، واليوم يعودون إلى نفس المربع الذي أعلنوا أنهم قد طهروه من المقاومين الفلسطينيين. فبالتالي نحن نتحدث عن جيش لا يعرف ماذا يريد، لا يوجد لديه معلومات أمنية واستخبارية. فبالتالي إذا كانت غائبة المعلومات الأمنية والاستخبارية، هذا فقط سيرتكب يعني حرب انتقام، حرب إبادة جماعية، تدمير بنية تحتية، ملاحقة الأطفال، النساء، الشيوخ، هذا ما سيقوم به. أما بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، أنا بتقديري لن يؤثر عليها. صفارات الإنذار تدوي قبل قليل في مدينة عسقلان، وهناك يعني رشقة صاروخية لافتة بالأمس، كتائب القسام أطلقت صواريخ، وهناك 3 إصابات لدى الإسرائيليين في عسقلان. كيف يمكن أن نفهم استراتيجية المقاومة في استخدام القوة الصاروخية؟ يعني أنا بتقديري المقاومة الفلسطينية برعت في تكتيكاتها الميدانية والعسكرية، وبرعت في إرسال الرسائل السياسية والدبلوماسية والمفاوضات، وبرعت أيضا في كي الوعي عند الإسرائيليين. لأنه حينما نتحدث عن 219 يوم وتنطلق هذه الصواريخ مرة أخرى، هذا أنا بتقديري فيه رسائل متعددة. أولا لصناع القرار في إسرائيل أن وجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو عدم، لن يحقق الأهداف التي انطلق من أجلها. ورسالة للجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تنتظر من هذا الجيش أن يثأر وينتقم وأن يعيد الأمن والأمان للجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه في خبر كان. ويرسل رسائل أيضا للأمريكي الذي يزود الجيش الإسرائيلي بهذه الإمكانيات وبهذه المعدات، وخاصة القنابل المحرمة دوليا، بأن السلاح المتواضع الذي يصنع في داخل قطاع غزة يهزم أسلحتكم المتطورة. وهذا أنا بتقديري له تأثير مادي ومعنوي على القرارين، سواء كان الأمريكي والإسرائيلي. شكرا جزيلا لك من رام الله الخبير العسكري اللواء واصف عريقات.